مشكلة التعليم بأن أنا بشخص المشكلة دي بكذا طريقة. يعني إذا أنا مش بطرح رؤيتي أنا فقط، لا، يعني أنا بدول المشكلة وبجيب الرسامين يتكلموا عنها وبلاقي كل واحد عنده طرح مختلف للمشكلة، فبالتالي ده بيفيدني أنا يعني كرسام مش كدولة، يعني أن أنا بطرح كل الرؤى المختلفة ديت علشان أقدر أساهم بيها في حل المشكلة المعضلة ديت عندي. تمام. وعندهم برضو. تمام. المعرض مقام في 6 أكتوبر صحيح؟ لا، ده حضرتك ملتقى الإبداع، هو مش في 6 أكتوبر، هو في قصر ثقافة 6 أكتوبر، في قصر ثقافة 6 أكتوبر. ما أنا بقول هي في قصر ثقافة 6 أكتوبر، ده ملتقى الإبداع غير المعرض الدولي، غير الملتقى اللي احنا بنتكلم عنه، الملتقى الدولي للكاريكاتير. ده بيقام في قصر الفنون كل سنة في دار الأوبرا المصرية. طيب، ملتقى الإبداع اللي بنتكلم عليه اللي هو من 19 ل 21 السنة دي، هل ليه برضو قضية معينة ولا بيعرض إسهامات فنانين كاريكاتير عديدين؟ يعني على انا كاحد المتابعين، انا هتكلم كاحد المتابعين واعتذر للزملاء الاعزاء المسؤولين عنه، لكن هو يعني مش حاطط حاجه معينه احنا نشتغل عليها، يعني مش حاطط عنوان معين واحنا كلنا نشتغل عليه زي ما احنا عملنا مثلا في الملتقى الدولي للكاريكاتير، علشان برضو يتيح في الفرصه لكم اكبر من المشاركات وتجمع الفنانين الكاريكاتير حوالين يعني المشروع ده. تمام. كفنان كاريكاتير بقى بشكل شخصي كده، في كذا مدرسة أو مدرستين للكاريكاتير عموما، مدرسة مصطفى حسين وأحمد رجب الفكرة والرسمة، يعني ما بيبقاش الفنان هو صاحب الفكرة، أو مدرسة معظم الرسامين الآخرين اللي هي هو يوسف نفسه صاحب، أو مدرسة روزي اليوسف هو نفسه صاحب الفكرة. بتنتمي لأني مدرسة، وشايف ايه اكتر او ايهما اكثر تعبيرا عن الفنان نفسه؟ طيب، الحقيقه انا بنتمي لمدرسه روزا اليوسف باعتبار ان انا يعني رسام كاريكاتير في مجله روزا اليوسف، وانا بنتمي لفكره ان انا يعني اعمل كل حاجه، اعبر عن نفسي بشكل كامل، اعبر عن المشكله بتاعتي بشكل كامل، لكن هذا لا ينتقص ولا يعني ما برميش بيه ان انا اقول ان التجربه بتاعت المشاركه ديت فيها يشوبها اي شيء بتاعت أخبار اليوم، لكن هو خلينا برضو نرجع بالأساس، أخبار اليوم أقيمت على شخصين كانوا بيتشاركوا، مصطفى أمين وعلي أمين كانوا بيتشاركوا في المقالات، بيتشاركوا في حاجات كتيرة جدا في العمل، وكانوا مؤمنين بفكرة، وهي دي الروح القائمة عليها مؤسسة أخبار اليوم، فكرة إن احنا كلنا بنتشارك. يعني مثلا عندهم بيعملوا مجموعة عمل من الكتاب الساخرين والرسامين الكاريكاتير، يبدأوا يعملوا مجموعة أفكار ويبدأوا الرسامين يشتغلوا عليها، فدي ما كانتش مقصوره فقط على الفنان طبعا الله يرحمه استاذنا الكبير مصطفى حسين والاستاذ احمد رجب رحمه الله عليه، هو الكيان نفسه قائم على هذا الوضع. لكن بالنسبه لروزا اليوسف، ربما ده يكون حصل في بدايات طرح فن الكاريكاتير هنا في مصر، لانه بدايه طرحه كان في روزا اليوسف وتنصيره عن طريق الفنان الارميني صاروخان، فكان محمد التبعي بيديله الفكره الاول، يقول له احنا هنتكلم عن كذا وكذا، وهو ايه يبدا يشتغل، لكن بعد كده المسار تغير تماما، بقى رسام الكاريكاتير هو نفسه صاروخان، بقى يعني خلاص بقى بيشتغل بشكل ذاتي، ما بقاش فيه فكره ان هو معتمد على الفكره، وبقى شغله اتنشر في كذا مكان تاني غير روزا اليوسف، منهم اخبار اليوم. فبقت التجربه الكاريكاتير بعد كده تحولت بشكل عام هنا في مصر الى تجربه ذاتيه، الفنان نفسه بالظبط، مرتبطه بالفنان نفسه. لكن ده مش معناه ان هي انتهت، كان في او ده مش معناه ان انا لما اقول مثلا استاذنا الكبير مصطفى حسين كانت فكره الاستاذ احمد رجب، لا، ده مش معناه ان الاستاذ مصطفى ما بيعملش افكار خاصه بيه، لا، بيعمل وبتبقى حاجات رائعه جدا. يعني ما فيش، هو بس احيانا بيبقى الفنان ابداعه من ناحيه الرسم والتكنيك اعلى من افكار الرسمه، يعني انه يجيب فكره يعبر بيها عن راي مثلا، ما بيبقاش عنده اللمحه دي قد ما بيقدر يعبر عن فكره حد تاني. فيعني اعتقد هو ده سر نجاح ثنائي استاذ مصطفى حسين واستاذ احمد رجب.
لانه هم استثنائيين، هو استثنائي في الفكره ومصطفى حسين استثنائي في الريشه كمان وفي الخطوط. هو بالفعل يا فندم عند بعض الرسامين ممكن تبقى الخطوط والتفاصيل قوية جدا، في حين ان الموقف نفسه اللي انت بتعبر عنه او الموضوع اللي انت بتطرحه ممكن يكون ضعيف او الفكره ضعيفه، فاحيانا بيلجا الرسام ان هو يبقى فيه معايا مثلا كاتب ساخر او يكون فيه معايا حد بيطرح فكرة ما وأنا أرسمها، وده متداول وموجود. وده عموما يعني بنلاقيه ده الأساس بتاع فن الكوميكس مثلا، يعني مش كل أو معظم رسامين الكوميكس بيشتغلوا بسيناريو كاتبه شخص ما آخر وأنا كرسام برسمه. بالنسبة لبعض الرسامين ممكن تبقى الفكرة عندهم كويسة وممكن يكون الرسوم ضعيفة، بس يعني إيه هي الموضوع بيبقى في الفنان بيسعى دايما لحالة تكامل تكون موجودة في الكادر بتاعه اللي بيقدمه كل يوم. نعم. في حاجة لفتت نظري أيضا أن من ضمن فعاليات الملتقى مشاركة الأطفال في ورش لرسم الكاريكاتير وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة. حضرتك تمام. حضرت حاجة زي كده، يعني إيه مدى تقبل الأطفال للتعبير عن أفكارهم بكاريكاتير مش رسم عادية بقى تمام. بألوان وورق وكده، لا بيعبر بشكل كاريكاتيري. ده سهل ولا صعب؟ لا ده سهل جدا وممتع جدا وجميل جدا، وانت لما بتتعامل مع براءة الأطفال بتطلع منهم حتى نفسك انت كرسام كاريكاتير بتتعلم منهم، يعني لأن عندهم قدر كبير جدا من التلقائية ويعني بشكل انت نفسك مش متوقعه، لأن هو فن الكاريكاتير عموما هو فن لا متوقع، ان انا بطرح الموضوع بتاعي بطريقة مبتكرة بطريقة جديدة بطريقة مختلفة، يعني تعمل عندك نوع من الدهشة وتلفت انتباهك بخلاف يعني الكلام المكتوب. بالنسبة للملتقى بتاع الإبداع هرجع تاني أقول ملتقى الدولي تاني للكاريكاتير بينتقل للمحافظات، وإحنا بنتكلم عن الأطفال برضو بنعمل ورش برضو كاريكاتير مع الأطفال، وبنفاجأ زي ما قلت لحضرتك كده وبنلاقي جمهورنا معظمه تقريبا من الأطفال لأن هم بيحبوا الفن ده جدا. لما اجي اقول له مثلا ان انا عايز ارسم وجه ما بشكل كاريكاتيري ازاي اعرف اعمل حاجه زي ديت، ده بيشد انتباههم جدا، وخصوصا لما بقول لهم ان انا يعني عايز اعمل تجربه شريره، ايه رايكم لو احنا حبينا نعمل شر؟ فبيفرحوا جدا، يعني فكره ان انا دخلت معاهم في مسار هم مش متوقعينه او هم ممكن يحبوه، لا هم عايزين برضو يعبروا عن رايهم. صحيح. وزي ما قلنا طبعا فن الكاريكاتير رسالته ساميه جدا، لما اخد الطاقات بتاعتهم دي واعرفهم من وهم في البدايه خالص ازاي يتعاملوا بشكل متحضر ويبدوا في ابداء الراي والتعبير عن مشاكلهم، ده بالنسبه لنا كمجتمع هيبقى رساله كويسه جدا وهيبقى حاجه جميله جدا في المستقبل، تطلع اجيال متحضره جدا وراقيه جدا، وده اللي احنا ان شاء الله منتظرينه. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا فنان عماد عبد المقصود الامين العام للجمعيه المصريه للكاريكاتير وفنان الكاريكاتير في مؤسسه روز اليوسف، شكرا لوجودك معنا. شكرا يا فندم.